نبو خيط شحن، ما فيش خيط شحن، او تليفون مني هو ناخذ منه الخيط. خير تطبيق ايدنتيتي يوفر لك العديد من المزايا ويصدر صوت مزعج في حال قام احد بسرقة هاتفك او نزعه من الشاحن او نزع السماعات منه او تحريكه من فوق الطاولة ويرن، ولا يستطيع احد ايقاف هذا الرنين الا في حال قام احد بادخال الكود الذي انت قمت باضافته للتطبيق، وبالتالي لن يسكت البرنامج حتى تقوم بادخال هذا الكود. بعد تنزيل التطبيق والدخول إليه سوف تجد العديد من الخيارات، سنختار منها التحريك من فوق الطاولة، تنتظر 4 ثواني أو 5 ثواني بعد ذلك سيبتدئ. الآن يمكنني استخدامه في حال لم أقم بتحريكه وكل شيء على ما يرام، ولكن في حال قمت بتحريكه ولو قليلا هكذا تم إيقاف العملية بنجاح. يمكنك من خلال هذا الخيار تغيير الرقم السري والرقم السري البدائي عندما تقوم بالدخول إلى التطبيق لأول مرة بعد تنزيله، سيطلب منك رمز وبالتالي ستستخدم ذلك الرمز الذي قمت بإدخاله.